جوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. نتابع معكم مسيرة هذا الشوط للستة كيلومترات وماذا يدور من تحدي ومن صراع على المقدمة. نبحر معاكم سويا في المراكز العشرة الأولى المنطلقة بهذا الأداء الجميل والعرض المميز. هنا الصدارة والمقدمة والمركز الأول سمحة بدر بن سيف بن سالم الشبيبي من تأتي على الصدارة، وعلى المركز الأول سرابة، في المركز الثاني علي بن حسين بن علي السادة، وفي المركز الثالث تتواجد هنا عرجل سهيل بن عويضة بن سهيل الخيالي، ومن الجانب الآخر الضبية لناصر بن راشد بن سعيد اليابري من تنطلق على المركز الرابع. ونتأخر كي ناقض المركز الخامس بهذا الانطلاق المميز، وهنا سرابة تتواجد سلطان بن مطر بن مرخان لقتبي على خامس مراكزنا. وفي المركز السادس، المركز السادس والمنطلقة هنا وتأتينا شواهيل محمد بن السير راعي العوية العامري تنطلق هنا بهذا التحدي المميز على المركز السادس وسابع المراكز. المركز السابع الشاهينية محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري المنطلقة والمتحدية بهذا الأداء المميز والجميل. هناك أيضا تسلل آخر من الذيبة ناصر بن بخيت بن حويرب المنصوري المنطلقة بهذا الأداء المميز والوصول على تاسع مراكزنا. هنا من الوسمية لسعيد بن حمد بن سعيد العرياني، وعاشر المراكز الدوحة القادمة من الدوحة هنا لسعود بن صالح بن حمد القمرة المري. هذه هي نتائجنا للمراكز العشرة الأولى في هذه المسيرة وهذا الانطلاق المميز والجميل في هذا الجو الضبابي المميز هنا على أرضية هذا الميدان بالوثبة بالعاصمة أبوظبي. نتابع هنا سمحة، سمحة ولكن أراد تسلل، أراد تسلل من عرجة، عرجة هنا من انتزعت المركز الأول في هذه اللحظات لسهيل بن عويضة بن سهيل الخيالي، ولكن عادت هناك، عادت سمحة لبدر بن سيف بن سالم الشبيبي الضيفة القادمة من سلطنة عمان بهذا الانطلاق الجميل. هو التحدي والإثارة هنا تتجاوز إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى رأس الحربة بهذا الانطلاق المميز. المركز الثاني تتراجع هنا عرجة السهيل بن عويضة بن السهيل الخيالي، ومن الجانب الآخر السادة أيضا مقدم لنا هذا الانطلاق المميز مع سرابة، ولكن الشعار الاقتصادي يتسلل بدوره إلى عمق الميدان. الشاهينية لمحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وهناك السرابة العلي بن حسين بن علي السادة، بينما خامسي مراكزنا تصل هنا بهذا الانطلاق سرابة الأخرى لسلطان بن مطر بن مرخان لقتبي، والوصول هنا أسود قادمة، أسود بهذا الانطلاق لمنصور بن سيف بن راشد بن سالمين بن رحمة هنا المنطلقة بهذا الأداء المميز والجميل. وعلى المركز السابع محبة قادمة سيف بن أحمد بن خادم الرميثي، ومن الجانب الآخر ثامن مراكزنا تنطلق الوسمية لسعيد بن حمد بن سعيد العرياني، وعلى المركز التاسع تتواجد جواهيل محمد بن سهير راعي العوية العامري، وعلى المركز العاشر وصلت هنا وصلت بهذا الانطلاق مرحبا بهذا الشعار عبد الله بن نصيب بن محمد بن نقيطة، من وصل مع الوصل بهذا الأداء المميز الجميل. وترقبوا أداءات الوصل في هذا الشوط وهذا الانطلاق كما يقدم أيضا فريق الوصل ونادي الوصل أيضا الأداء المبدع في هذا الموسم. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى الصراع هنا على مقدمة هذا الشوط. أرى عرجة من تسللت على الصدارة،
على المقدمة وعلى المركز الأول للسيل بن عويضة بن سهيل الخيالي من انطلقت على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني سمحة لبدر بن سيف بن سالم الشبيبي والشاهينية من الجانب الآخر. هناك المنطلقة لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري ووصلت هنا أسهود منصور بن سيف بن راشد بن سالمين من وصلت بهذا الأداء المميز وتتسلل من مركز إلى مركز. انتزعت المركز الثالث في هذه اللحظات المركز الرابع محبة لسيف بن أحمد بن خادم الرميثي وهناك سراب العلي بن حسين بن علي السادة المنطلقة بهذا الأداء المميز والجميل هنا بهذا الانطلاق خامسا. وفي المركز السادس أرى في المركز السادس سرابة تتسلل هنا بهذا الانطلاق. السلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي وصل راعد ريبح يدربح الشامخة من مركز إلى مركز هنا بهذا الشعار المميز الجميل. عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري ينطلق هنا بهذا الأداء مع الشامخة بالأداء والجميل. الوصل قادمة كذلك هنا بهذا الانطلاق المميز والجميل والتحدي والإثارة العبد الله بن نصيب بن محمد بن نقيطة ووصلت هنا أول نداء أيضا بهذا الانطلاق الضبية هنا ولكن الوصول من ممدوحة وشعار محمد بن ثاني بن قطامي السويدي بهذا الانطلاق. نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط إلى المقدمة والصدارة. ومن غيرت على المقدمة غيرت على الصدارة على المركز الأول انطلقت هنا بهذا الانطلاق المميز أسود المنصور بن سيف الراهد بن سالمين مرحمة مع الكيلومتر الأخير والأعلام المرفرفة وهنا الله الشامخة العبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري من ينطلق ومن الجانب الآخر هناك المنطلقة يا سلام محبة المنطلقة هنا السيف بن أحمد بن خادم الرميثي هنا المنطلقة والوصول هنا أيضا من ممدوحة لمحمد بن ثاني بن قطام السويدي القادمة هالي رد الشبه قادمين بهذا الأداء. الله اللحظات الأخيرة الميتين متر الأخيرة هنا بهذا الانطلاق هنا محبة وهنا ممدوحة الكل يمدحونها سلام لد الشبه سلام وتحية واحترام لمحمد بن ثاني بن قطامي السويدي. المركز الثاني محبة لسيف بن أحمد بن خادم الرميثي. المركز الثالث أسود لمنصور بن سيف راهب السالمين. هنا وصلت الوصل لعبد الله بن ناصر عبد الله بن نصيب بن محمد بن نقيطة وهناك الشامقة لعبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري من أتتنا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى واستطاعت ممدوحة أن تعلن الفوز تعلن الناموس تعلن السلامات لأهالي مدينة دبي وأهالي نجد الشباب بالتحديد. هناك للسيد محمد بن ثاني بن قطامي السويدي تهانينا لك يا أبو ثاني على هذا الأداء المميز الجميل. وها هي لقطة تجاوزها إلى خط النهاية من مخرجنا هنا أيضا الهواري وها هي لحظة الوصول في توقيت زمني بقدارة 9:22 ثلاثة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز بينما المركز الثاني محبة أيضا قدمت عرض تشكر عليه السيف بن أحمد بن خادم الرميثي أيضا من أهالي السمحة 9:22 تسعة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل بهذا الانطلاق. هناك أسود من أتتنا على المركز الثالث لمنصور بن سيف بن راشد بن سالمين آل رحمة قاطع المسافة في 9:23 أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس تهانينا لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام.